السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، هنتكلم النهارده في يونت 4 كونسبت 42 ليسون 4 عن الويند ايروجن. قبل ما نبدا الدرس، بوت ترو اور فولس، ذا موفمنت اوف ويند كان فورم ديفرنت لاند فورمز اوفر ييرز. الكلام ده ترو. ايروجن اند ديبوزيشن بروسيس كان كرييت سام لاند فورمز. الكلام ده ترو، زي الساند ديونز اللي خدناها قبل كده. In the previous lessons, you have learned that water can change the shape of landscape. In this lesson, you will learn that wind also can be a powerful force of a change of landscape. Where wind in desert can change the shape of rocks by erosion. طب ما تيجوا نفهم أكتر يعني إيه wind erosion. هو when wind blows across land, it pick up sand and other rock particles بس تكون صغيرة و carry them along in the direction of the windy blow. يعني لما تيجي ويند كده على الديزرت اللي انتوا شايفينها دي، الويند تبتدي تلقط كده بيك اب، يعني تخطف كده شوية ساند جرينز وشوية كمان روك بارتكلز لو هي صغيرة، والويند تمشي شايلة معاها بقى الساند جرينز دول والسمول بارتكلز اوف روكس، تروح على روك تكون موجودة. يحصل ايه بقى؟ يحصل ان الفلاينج سيدمنت دي تخبط في الروك دي وتعمل ايه للروك؟ تعمل لها ويزرنج وتعمل ايروجن كمان، وبالتالي هتسيب لك بقى الروك دي with different shape. ادي الويند ايروجن اهو. فنكمل كده قرايه. When this flying sediment hit a rock، جت خبطت الروك دي، it wear down the rock، هتبتدي تعمل ويزرنج للروك دي. This process craves the rock، هتنحت الروك into different shape. طيب نيجي بقى على المهم. Some landforms are created by erosion and deposition process at the same time. زي ايه؟ زي الساند ديون. يعني الساند ديون بتتعمل من erosion and deposition process at the same time. Sand dunes are landforms which are made of wind blow sand when something like rock blow the wind. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الساند ديون هتتعمل لما تكون الويند ماشية كده وشايلة معاها الساند بارتكلز، وتيجي حاجة زي الروك تعمل بلوكينج للويند، تقفل الطريق على الويند. فايه اللي يحصل في الساند اللي شايلها الويند؟ يحصل لها ديبوزيشن، وكده تبقى الساند ديونز اتعملت. طب بنلاقيها فين الساند ديونز دي؟ بقول لك ساند ديونز ار كومون لاند فورمز بتوين بيتشز اند سانتي ديزرت انفايرومنت. والساند ديونز يوجوالي سينز ان جروب اند زي مي كفر لارج اريا. تلاقي منطقة كبيرة متغطية بجروبس كتيرة من الساند ديونز. ساند ديونز كان بي 100 اوف متر طول، تلاقي الطولنس بتاعها كده يصل الى 100 متر. طيب ساند ديونز موفمنت، تيجي ساند ديون تكون موجوده اوريدي اهو، تيجي عليها ويند، يحصل بلوينج للويند في الدايركشن اللي انتوا شايفينه ده، الويند تبتدي تعمل بيكنج اب لسام ساند جرينز وتنقلها معاها في الدايركشن اوف بلوينج اوف ويند. فالساند جرينز يحصل لها موفينج لغايه ما تروح تلاقي حاجه تعمل بلوكينج للوي بتاعتها، ولتكن الحاجه دي روك او انذر ساند ديون. فيحصل ايه في الساند بارتكلز اللي متشاله في الويند؟ يحصل لها ديبوزيشن لغايه ما تقعد تكبر بقى الساند ديون دي لغايه ما توصل للبيك بتاعها، للقمه بتاعتها. فتلاقي النيو ساند جرينز حصل لها بلوكينج وابتدت تقع من الناحيه الثانيه كده، عشان نعمل تو سلوبس كده، الناحيه دي والناحيه دي، وكده نبقى احنا عملنا نيو ساند ديون. تعالوا نقرا الكلمتين دول مع بعض. ساند ديون موفمنت، بقول لك ساند ديونز ار كونتينوسلي موفينج اس فولو. ازاي؟ when wind blow across dune sand grains erode away from the site that wind is coming from. والويند جايه كده تاخد معاها شويه ساند بارتكلز من هنا وتمشي بيها. The sand grains carried by the wind are collected along the slope of the dune. حلو جدا. When the sand reaches the top, the dune forms a barrier، تعمل بلوكينج للواي of the wind، and then the sand grains roll down on the other side. عشان يبقى عندنا two sides كده للنيو ساند ديون. Generally we can conclude that water and wind can change landscape such as canyons or mountains with dunes over time. Where running water can wear away the side of river or streams, will wind can break down rocks. Check your understanding
complete the following senses. Sand dunes are formed by space process and deposition process, by erosion process and deposition process. The common landform between beach and sandy desert environment are sand dunes. طيب ما تيجي نعمل activity كده عشان نفهم بيها ازاي الساند ديونز هتتعمل. تعالوا كده ساند شيفتر. You have learned that sand dunes are formed when wind moves the sand and drop it in a place when something blocks the wind. Then wind drop lots of sand in the same place. In this activity, we are going to show by a simple experiment how sand dunes are formed and moving. التول بتاعي هات لي ألمونيوم فويل بان وهات لي سترو وهات لي ساند وهات لي سمول روك. تعال في الألمونيوم فويل بان بتاعتك حط السمول روك وحط في الناحية التانية هل كده من الساند اللي انت جايبه. وهات السترو بتاعتك واعمل بلوينج لشوية اير كأنها ويند كده بس بالراحة وفي ديفرنت دايركشن. وانت بتعمل بلوينج بالراحة هتلاقي الساند بارتكلز دي بتتحرك فور شورت ديستانس. طيب غير السبيد بتاع الويند بتاعك ده اعمل مور بلوينج ان ذا دايركشن اوف ذيس سمول روك. هتلاقي ايه اللي حصل؟ هتلاقي البارتكلز اتحركت بسرعه اكبر وراحت وقفت قدام السمول روك وانت كده عملت ساند ديون. تعالوا نقرا الاكتيفيتي مع بعض. الستيبس بليس سمول روك ان ذا بان ات وان اوف اتس سايد وفي الناحيه الثانيه بوت سيوتابل اماونت اوف ساند ات ذا اذر سايد اوف ذا بان. يوز ذا سترو تو بلو اير ان فرونت اوف ساند ويز سيرتن دايركشن اند سمول فورس از شون ان ذا فيجر. ريبيت ذا بريفيوس ستيب ويز تشينجينج ذا دايركشن اند انكريز ذا فورس اوف بلوينج. الاوبزرفيشن بتاعك هو ان بلوينج ذا اير ويز سمول force send travel for short distance and by increasing the force of air blowing send travel for long distance. لما نفخت بالراحة السند اتحركت small distance, لما نفخت جامد السند اتحركت for large distance. When the air blows at the same direction of the rock, the sand is blocked and collected in front of rock forming sand dunes. The conclusion بتاعي ان the wind moves the sand where the distance that the sand travel depend on the force of the wind. The way that the sand moves depend on the direction of wind. Conclusion كمان ان الديونز are often formed when something blocks the path of sand such as rocks. Check your understanding. Choose the correct answer. When the force of wind increases, the distance that sand travels increases ولا doesn't it change ولا decreases ولا stay constant أكيد increases. The space are formed when something blocks the path of wind carrying sand. يا ترى الماونتين ولا الفيلي ولا الساند ديونز ولا الريفر؟ إجابتنا ساند ديونز. بكده يا شباب الدرس يكون خلص. أتمنى أن أنتوا تكونوا كلكم فاهمينه بصورة بسيطة. المرة الجاية إن شاء الله نحل عليه بعض الأسئلة. أتمنى لكم التوفيق دائما. إلى أن نتقابل على خير. السلام عليكم.